عليكم. السلام عليكم، معكم اذاعه ديال شهداء فهم. مين جايين؟ تشابوت. منين جايين؟ من تشابوت. الحمد لله طاح هذا الخير هذا، اللهم لك الحمد. والجمعه قومت الواجب ديالها، اللهم لك الحمد. شحال ديال طاح الكم؟ ايوا 80. كاين البلايص فيها 80، كاين مترو. كاين مترو الحمد لله. شحال طيب. اش من بلاصه بالضبط نتوما؟ تشابوت. تشابوت تشابوت تشابوت. والله ينصر سيدنا. دابا جايين على رجليكم. جايين على رجلينا. شحال دابا اش من وقت خرجتوا نتوما دابا؟ معاش خرجتوا؟ مع العشرة. مع العشرة؟ اه. يلا وصلتوا. عاد وصلنا. جايين على رجليكم. شحال بسم الله الرحمن الرحيم. شغل نقول لك احنا راه تقريبا البارح خرجنا من 3 الصباح. من 3 الصباح انا خرج على اساس باش غادي نفكوا العزله، باش نفكوا الناس من هذا، انت شتي، باش نفكوا الناس من الحصله باش حاصله. فكينا واحد الطريق فاش كانت واحد السيده توفات تما، ما لقنا دازوش الناس كاينش اللي غيدوز. مشينا حتى فكينا حتى دفنوها، مشينا فكينا الطريق ديال الضريح، جينا دخلنا مع هادي ودخلنا لجي واحد 6 كيلومتر ولا 7 كيلومتر عندك عند هاد الناس هادو اللي شتيهم دابا جاي تابعيننا على رجليهم باش انهم يجيبوا العلف ديالهم ويجيبوا الماكله ديالهم ويجيبوا الطحين ديالهم ويجيبوا. ما نعسنا عند واحد السيد حتى 3 الصباح، عاد دخلنا عاد نعسنا عنده، عاد كاينه شي شويه فقنا عاود مع 6 الصباح ولا 5 هذيك بدينا. انت تشوف الساعه شحال دابا، الزوج وربع هذي، وحنا مازالين غاديين مع الخدمه وغاديين. دابا واحد السيد راه توفى عاود في واحد الطريق تما، تا واش قالت غادي نمشيو باش نفكوا لهم الطريق تما باش انهم يلقاو تا هما يدوزوا باش يدفنوا ذاك السيد هذاك. واش غادي نقول لك، السلطات راه واقفه ودايره الجهد ديالها وخدامه، وفين ما كاين شي واحد السلطات كاع راه هاد الاليه ديالنا، هاد الاليه ديال العماله غادي من الجهه ديال بني ملان، جهه بني ملان خنيفرة، هادي جهه بني ملان خنيفرة ديال الجهه. شحال من يوم انتم هنا في خنيفرة؟ لحالاش. انت اش من يوم جيتوا خنيفرة؟ انا الاقليم خنيفرة. لا احنا ولاد خنيفرة. احنا ولاد خنيفرة. هاد الاليه هادي جات من الجهه هنايا، من الجهه جات لهنا العماله. نعم. وعطاوها للسيد الشيفو اللي يخدم معايا هنايا باش يفك العزله. وحنا راه غاديين مع الطرقان، حنا غاديين تيفكوا الناس. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، وشكرا سيدنا.